من سوق العمل صباح الخير. أكثر من فرصة عمل معنا اليوم. أول فرصة لستور مانجر لمحل تياب معروف ضمن مول بفردان والأشرفية والحازمية مع خبرة سابقة بالمجال. إذا مهتمين بعتوا سي في على jobs@retail-inc.com. منروح على السعودية حيث مطلوب external auditor مع خبرة بالمجال. لإرسال السي في الإيميل jana.almunjed@gmail.com. أما ببرج البراجنة مطلوب لمدرسة معلمين لغة إنجليزية وبيولوجي وكيمستري مع خبرة بالتدريس. تفاصيل أكثر على 81-941-958. فرصة جديدة بالدكوانة حيث مطلوب عمال لتحضير البضاعة ضمن شركة صناعية. لمزيد من المعلومات تواصل على 01-694-000 extension 1212. مننتقل لفرصة عمل جديدة لمحاسبين ببشارة الحورة والمكلس مع خبرة بين 2 و3 سنين. إذا مهتمين بهالفرصة تصلوا على 76-844-065. وببيروت مطلوب ماركتينج مانجر مع خبرة 5 سنين على الأقل لترافل ايجنسي. رقم التليفون للتواصل 03-320-022. أما بفرن الشباك مطلوب سوشيال ميديا سبيشالست مع خبرة بالمجال. تقدروا تتواصلوا على 71-993-028. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو sabahalyoum@aljadeed.tv. تقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم وعودة لكم.